بالشعر والشعراء، مرحى بالإبداع في فضاء جوهرة المؤسسات، مرحى بالقوافي والمتون بيننا، مرحى برواد القلم والإبداعات. بلغة الضاد تحركت أشجان الحاضرين، وجادت القرائح فرحا بالنغمات. بلغة مولير وشكسبير نطقت الألسن، فبرعت فانسابت بأعذب الكلمات. Sous les vers d'un ciel d'azur, jadis des valeurs divines, irradiées telles des étoiles dans une danse clandestine. إن المقام حقا لمقام الشعر، وهذه من المرات القليلة التي أجد فيها مكانا يلبس حقا رداء الشعر. كفاك سخرية وقل لي من تكون أنت حتى تتجرأ علي. أنا لون من ألوان التأليف، أجمع كل المجالات. أنا المقالة، أنا التقرير، أنا الرواية، أنا الرسالة. The gathering of big and small families, the long await for this beautiful thing. What can all this mean? Ramadan is here. أنصت أبي، إن فؤادي يتجرأ ألما. أنصت أمي، إن قلبي يسيل دما. أنصت أستاذي، إن فكري صار مرتبكا. كبلتني خيوط التكنولوجيا بإحكام، فأصبح فكري في شباكها منهكا. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل. وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي، فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي. سيتبقنا بتدخله ويقدم لنا ابتسامات حول احتفالنا المتواضع. يا نين تزليت وياض الأردون، بالحق الدوني لا تسير لي مطان. يا نين تزليت يا نين أردون. وتألمت نفسي كثيرا، لكنني اليوم أسعد بهذه الطاقات الواعدة التي تكرم أبنائها الواعدين. فهنيئا لكم يا طلبة المدارس العلمية بهذا الصاح الطيب. ممتنون لشهادتك يا نابغة العرب، وشاكرون لك ثناءك. دموع أطفال غزة حبر أقب به مقالات، ومن صراخ شبابها انتظمت الغوري والهدمات. أما عن آلام شيوخ خفيفة فهي شبيهة بالوهن والنسى. من أطفال غزة تعلمنا دروسا وعبرا بالتأكيد. منهم تعلمنا أن النضال قضية لا تعترف بالمساواة. ومنهم تعلمنا أن الوطن قضية لا تعترف بالنضال والمساواة. النصر قريب يا أطفال غزة، بالإيمان بالإنصار لا حياة بدون قيم، فنحن المسؤولون عنها ونحن المستفيدون منها. فكفانا عزوفا عنها واستهتارا بها. بك نعتز ونفتخر مؤسسة التميز والعطاء في كل المجالات. سيبقى يوما مشهودا مخلدا بلا شك، محفوظا في ذاكرة العلميين والعلميات. وكم ضحك اليوم العطر فرحا، وكم نطقت الثغور بأعدب العبارات. عبارات كالمسك يغلفها الحياء تبركا، بالشهر الفضيل ودعوة إلى المكرومات.
شعاره: الشعر مرآة الجمال الروحي والارتقاء بالقيم، ذاك أفضل المقامات. بمؤسسة أشاد المتتبع للدرر الثمينة، بعطائك أشادت خير القنوات. بمناسبة اليوم العالمي للشعر، نظمت المدارس العلمية بتمارة أمسية شعرية تحت شعار الشعر مرآة الجمال الروحي والارتقاء بالقيم. عودة إلى عبير ملوكي، لكن هذه المرة بعدسة ياسين مرافق. قراءات شعرية وأنشطة متنوعة، هكذا احتفل تلاميذ المدارس العلمية بتمارة باليوم العالمي للشعر، فعالية تربوية غايتها التعريف بهذا الموروث اللغوي والتحسيس بقيمة التعبير الشعري وضرورته في حياتنا اليومية. نجاح مؤسسة تعليمية لا ينحصر فيما نتعلمه داخل الحجرات فحسب، بل يتعداه إلى ما ننهره من فيض الأنشطة الموازية التي تنمي شخصية المتعلم وتمنحه القدرة على التواصل الهادف وتثقل مواهبه. تخليد اليوم العالمي للشعر هو احتفال بكلمات وبدلالاتها وإيحاءاتها، وهو أيضا استحضار لكلمات معجم استطاع التفاعل مع لغات العالم ومع مختلف الثقافات. قراءة شعرية بالعربية والإنجليزية والفرنسية أعادت الحضور إلى زمن الكلمة الجميلة والإبداع الإنساني. يا عظيما ويا حليما وفردا من عطاياك دامت الآلاء. احتفاء بالكلمة احتفاء بالإبداع، وفي المدارس العلمية قد احتفي به بلغات متعددة. حضرت اللغة العربية، لغة الضاد، اللغة العريقة، وكذا لغة موليير ولغة شكسبير. يحتفل بالحرف، بالشعر، بالكلمة. اليوم الذي يعطي فيه الشاعر للورقة البيضاء كل الروح، كل الوجدان، كل الأحاسيس. اليوم العالمي للشعر هو تكريم للشاعر، وحتى يأخذ نصيبه ولو نصيب قليل من اهتمام القارئ، من اهتمام المدارس، وهذا مثال جميل. احتفالية تروم تجديد الاعتراف وإعطاء زخم للتعبير الشعري بوصفه فعلا إنسانيا وتعبيرا راقيا عن زيرورة الحياة.